سالي، بعد وصول المشاركين بالأولمبيات العلمية السوري من مختلف المحافظات، اليوم رح يتوج المتفوقين ضمن احتفالية رح نشهدها على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون. لنحكي أكثر أكيد بسرنا الرحب بالدكتور خالد جمعة، عضو اللجنة العلمية للكيمياء بالأولمبيات العلمية السوري. يسعد صباحك. صباح التميز. يسعد صباحك دكتور. صباح بالبداية خير. خلينا نحكي عن أجواء الامتحانات مبارح، كيف كانت؟ الامتحان امبارح كان هو نتيجة سلسلة امتحانات للأولمبياد، بدأت من المدارس للمناطق للمحافظات. نعم. فكان العدد أول شيء التسجيل كان 54,000، وبالنهاية وصل للنهاية 412 طالب. الأجواء امتحان امبارح كان عبارة عن امتحانين، امتحان صباحي وامتحان بعد الظهر. بدي أتكلم امتحان 3 ساعات، هو يشابه أجواء الامتحانات العالمية. نعم. نحاول نحط الطلاب في هذا النوع من الأجواء لحتى يحسوا أنه هنا خرجوا خارج نطاق المدرسة، صاروا جوا إطار منافسة جديدة، ويتحضروا فعليا لمنافسات عالمية، لأنه المراحل المقبلة هي نعم. المنافسات العالمية. والطلاب اللي راح يتوجوا معنا العشرة الأوائل هن اللي راح يدخلوا معنا في الفريق الوطني اللي نسعى لتنمية قدراته وتطوير مهاراته ليوصل للمستويات العالمية. نعم. فالامتحانات قسمين، كان في نوعين من الطلاب، الطلاب الجدد هن والطلاب القدامى. والطلاب القدامى، الطلاب الجدد هن اللي مروا بالمراحل المختلفة من مسابقة الأولمبياد من المدارس حتى المركزي. فهدول الطلاب عبارة عن 50 طالب في كل اختصاص. نعم. بينما الطلاب القدامى هم طلاب الفريق الوطني، ان احنا نجري لهم اختبار عالمي لنشوف المستوى القدرات اللي وصلوا اليها. وبالاضافه العام حالي اعطيت فرصه لطلاب حازوا على المراكز من 11 الى 20 العام الماضي في المركزي، والاوائل الخمسه الاوائل في مركز المتميزين. نعم. فهدول يخضعوا لاختبار يماثل الاختبار الدولي. نعم دكتور، مثل ما ذكرت حضرتك معروف انه في عندنا طلاب قدامى وطلاب جدد، حتى بنماذج الاسئله، يعني امبارح خلال تواجدهم بالامتحانات كان في نوعين من الاسئله، اسئله خاصه بالطلاب الجدد اللي عم بيقدموا لاول مره ويخوضوا هي التجربه، وللطلاب القدامى. خلينا نحكي عن نماذج الاسئله وكيف عم بيتم تطويرها سنويا بما يتناسب مع الاولمبياد العلمي ايضا العالمي. فكرة الأولمبياد بلشت من حوالي 12 سنة، وكل سنة في تطور، ومع تطور فكرة الأولمبياد وانتشاره في القطر فصار يفترض أنه نحن نطور نماذج الأسئلة، لأنه صار الطلاب مستوياتها عم تزداد، عم نلاحظ أنه عم تزداد سنة بعد سنة. فالمستويات الأسئلة بالنسبة للطلاب الجدد عم تطلع سنة بعد سنة، بس هي تماثل ما التحصيل العلمي الحالي بالنسبة لطالب صف عاشر، يعني بما يتناسب موجود. نعم. في المنهاج، بس بطريقه يطرح بطريقه مختلفه. هناك بعض الاضافات للبحث عن الطلاب المتميزين. اما بالنسبه للطلاب القدامى، الطلاب القدامى صار لهم معنا حوالي سنه ونص، سنه تقريبا، وفي منهم حوالي سنتين. للطلاب الحادي عشر صار لهم سنه معنا، طلاب البكالوريا صار لهم سنتين. فهدول خضعوا لتدريب، تدريب اسبوعي وملتقيات واختبارات متعدده. فهدول المستوى تبعهم وصل بالنسبة لنا لمستويات عالمية. فالنموذج الأسئلة اللي يطرح عليهم مختلف عن طلاب صف العاشر، فطرحت عليهم مسائل عالمية تماثل المسائل العالمية. فبغض النظر عن طلاب الجدد، طلاب الجدد كان عبارة عن تمارين صغيرة بالنسبة للكيمياء، أنا عم حكي تمارين صغيرة وأسئلة ذكاء بس متطورة شوي، مستواها أعلى من مستويات المحافظات والمناطق. يعني دكتور بعد قليل رح يتوجوا المتفوقين بالأولمبياد العلمي في معايير معينة يمكن تؤخذ بعين الاعتبار، وعلى أساسها بيتم الإعلان عن الفائزين بالمراحل الأولى. شو هي المعايير؟ نحن عندنا اختبارين، اختبار صباحي واختبار مسائي. كل اختبار له علامة تقدر العلامة من 100. نعم. وبالنهاية ناخذ نحن محصلة الاختبارين. نعم. نحن بالنسبة للتتويج، التتويج يتم حسب الترتيب. فأول عشرة يتوجوا كالأوائل على القطر، وفعليا اللي يخضع للتتويج وولي التكريم هون المراتب الثلاثة الأولى. نعم. بينما العشرة هن بينضموا للفريق الوطني. نعم. وبيخضعوا لبرنامج التدريب وتنمية القدرات ليوصلوا للمستويات العالمية. نعم.
نعم، يعني دكتور هي المراحل كلياتها بمجملها عم بتشكل نواة من جيل جديد متميز فعلا من خلال تحصيله العلمي. طلابنا اللي عم يتخرجوا من الأولمبياد، ما بعد الأولمبياد كيف بكفوا بمدارسهم؟ مين خلينا نقول الجهات يلي عم ترعى هذا التميز؟ حديثا صدر الأولمبياد بعام 2016، صدر مرسوم جديد في عام 2016 لرعاية طلاب الأولمبياد الحاصلين على جوائز عالمية أو والطالب الحاصل على المرتبة الأولى في جميع الاختصاصات. هذا المرسوم ضمن لهدول الطلاب متابعة في الدراسة الجامعية وحتى التحصيل العلمي حتى الدكتوراه. فنحن في الأولمبياد نبحث عن الطلاب المتميزين ونسعى لرعاية هذه النوعية من الطلاب، لأنه تعود بالعائدة بالفائدة العائدية على الوطن في النهاية. فهم بنات المستقبل وهن اللي رح يشتغلوا في الوطن في المستقبل. نعم دكتور، نحن رح نكمل حديثنا ولكن رح نروح مو كتير بعيد، رح نروح لطلابنا نشوف أجواء استعداداتهم كيف لمرحلة التتويج مع زميلة أريج فرزلي الموجودة حاليا بدار الأسد للثقافة والفنون. يسعد صباحك أريج، وكيف الأجواء مع الطلاب يلي عم يستعدوا للتتويج؟ يسعد صباحك سلمى، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية، وصباحنا غير اليوم صباح متميز ومليء بالإبداع والتميز العلمي. اليوم صباح كله نشاط وأيضا فيه تألق وتتويج. اليوم الطلاب الأولمبياد يلي خضعوا لعدة مراحل وتحضيرات ودراسة أكاديمية بكل مجالاتها واختصاصاتها العلمية. اليوم حفل التتويج رح يبدأ من بعد ما كان في مسيرة علمية متألقة من فندق الشيراتون لدار الأوبرا. هالطلاب يلي هن بإبداعهم هن صناع العقول ورح يبنوا مستقبل سوريا المتجدد. رح نشوف اليوم كيف أجواء الاحتفال وكيف التحضيرات. نحن حاليا متواجدين بدار الأوبرا لننقل كيف التحضيرات لحفل الختام. أو بالبداية رح نرحب بالأستاذ مالك حمود المدير والمنسق الإعلامي بالأولمبياد العلمي السوري. يسعد صباحك. يسعد صباحكم ونورت بوجودكم. يعني صباح دايما سوريا بانتصار أبنائها وانتصار جيش العربي السوري. اليوم الانتصار انتصارين علمي وتفوق للطلاب. خبرنا كيف كان التحضيرات لهالمرحلة وأيضا للمسيرة يلي انطلقت قبل شوي. التحضيرات مسبقة كتير، شغل كتير، جهد كبير، ولكن جهد متعب وممتع مع هالشباب الحلوين، لأنه هن المستقبل سوريا، وما في أحلى من واحد بيتلمس المستقبل وبيساهم بصنعه. شغل كان على أكثر من خط، شغل هو استضافة طلاب من كل محافظات سوريا، 412 شاب وشابة، كلهم استضافة كاملة على مدى 3 أيام. الشغل الثاني كان هو الاختبارات العلمية يلي على مدى جولتين صباحية ومسائية. الشغل الثالث يلي هو كانت المسيرة الكرنفالية اللي شفتوها الصبح يلي انطلقت من مقر إقامتهم بالشيراتون لدار الأوبرا مرورا مساحة الأموين، وكانت رسالة كبيرة للعالم أنه هي سوريا، هي سوريا بأكبر ساحاتها، بيمروا مستقبل سوريا، نبض سوريا، حياة سوريا. هنين هالشباب الحلوين القادمين بفكرهم بعلمهم متفوقين متألقين. المحطة الأخيرة يلي هي هون بدار الأوبرا حاليا، الإعلان بعد قليل رح يكون الإعلان ضمن هالحفل يلي فيه فقرات حلوة وممتعة والكل قاعد متلهف ومتشوق ليشوف شو حيصير بعد شوي. صباح الخير. شكرا كثير لك استاذ مالك. كمان معي غدير شعبان. غدير هو يلي رح يكون له حكايه من الاولمبياد العلمي السوري، هو نتاج الاولمبياد العلمي السوري وهلا وصل للبرامج الاكاديميه بالتميز والابداع. يسعد صباح. يعطيك العافيه. اليوم لك حكاية رح تقدمها ضمن الحفل، خبرنا عنها. تمام. هو هذا اليوم كثير مميز بالنسبة لي، من 7 سنين لحد هلا هذا يوم الحفل هو للحفل بس السنة هي حبيت احكي حكايتي لطلاب الصف العاشر حتى يستفادوا منها، حتى يكملوا مسيرة التميز اللي نحن بلشنا فيها، وان شاء الله بيكون المستقبل حلو كثير لأنه سوريا بتستاهل أكثر وأكثر. ان شاء الله، كنا نتمنى لك كل التوفيق يا رب. كمان يعني عدة طلاب اليوم رح يتوجوا، رح يتم اختيار 3 الأوائل اليوم يلي رح يتوجوا بالمراحل الأولى، علما أنه أول 10 من كل مادة رح يتم اختيارهم ضمن فريق علمي وطني لحتى يتم تدريبهم وتأهيلهم من بعد
اكيد ليشاركوا بالاولمبيادات العالميه، ودائما اولمبياد العلم السوري عم يحقق تميز وابداع خلال المسيره العلميه وعم يرفع علم سوريا دائما بالخارج. هي اجواء اليوم التحضيرات، كمان نحن حابين نشوف كيف كانت اجواء امبارح الامتحانات. طبعا اكيد اليوم طلعت النتائج مع الدكتور. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. صباح الخير لكم جميعا. امبارح كان ختام الاختبارات، صلحتوا الاسئله، كيف خبرنا كيف كانت المستويات؟ والله المستويات تفاوتت بين الامتحان الاول والامتحان الثاني. الامتحان الاول كان علاماته افضل، امتحان خاصه بماده الكيمياء، حضرتك الكيمياء بحكي على الكيمياء. الامتحان الثاني كان علامات اقل بسبب انه كان جهد وتعب على الطلاب، انه حضروا امتحان الاول وامتحان الثاني ادى الى تعبهم، ويعني وهذا اثر كثير على جهودهم واعطائهم. اليوم المراتب الأولى يلي رح يتم اختيار الطلاب فيه، من بيناتهم كيمياء؟ في أكيد. أكيد نتمنى لهم كل التوفيق، وشكرا كثير لك دكتور. شكرا يا ريش. الله يعافيك. يعني سلمى عم يحضروا كل الطلاب للحفل يلي اليوم رح يتم بدار الأوبرا الساعة 11، ونتمنى لهم كل التوفيق ودائما بالتميز والإبداع، أكيد هالعقول يلي عم تصنع مستقبل سوريا. عودة إليك سلمى. شكرا لك أريج، يعني وضعتينا بشوي من أجواء الاحتفال بدار الأوبرا. مثل ما شفنا وراكي كيف الطلاب بالعلم السوري بلشوا يتواجدوا، هذا المنظر اللي هيك كل سنة نحن بننتظره. يعني مثل ما شفنا دكتور كانوا عم بيقولوا أنه شوي النتائج المسائية خف من الصباحي، شو رأيك؟ هي شيء طبيعي، لأنه عنده فترتين صباحية ومسائية. فترة الصباحية بيجي الطالب متنشط بكامل نشاطه، امتحان مدته 3 ساعات، وبعد الظهر عنده امتحان ثاني مدته كمان 3 ساعات، فانه المده طويله كثير. ما انه متعودين على هيك نظام امتحانات طويله، وانه بنفس اليوم يقدم امتحانين بمده 6 ساعات، فاكيد هذا شيء مجهد للطالب. بس هذا كمان هو نوع من الوضع بالاجواء العالميه، لانه الاختبارات العالميه الامتحان 5 ساعات طبعا متواصله، فنحن قسمنا امتحانين 3 ساعات ب3 ساعات بس عشان يدخلوا بالاجواء، فهي نوع من تجهيز الطلاب للاختبارات المستقبليه. يعني دكتور رح نضل ضمن هيدا الاجواء، ولكن رح نروح نشوف اجواء الامتحانات اللي رصدتها كاميرا الاخباريه السوريه برفقه سلمى. استمرار الأولمبياد خاصة يعني أقولها يعني بكل صراحة هو رهان الرابح. استمرار الأولمبياد خاصة بعد أن وصل بعض طلباتنا إلى منصات التتويج العالمية، واستمراره وتقديمه أيضا الفرق الوطنية، وأيضا وصولهم الاستمرارية دائما بلوغ القمة ليس صعبا، ولكن الحفاظ على هذا الأمر هو الصعوبة، وهذا ما تعمل عليه طبعا هيئة التميز والإبداع، ومن خلال تطوير آلية عملها وأيضا مختلف هذه المنظومة، يعني خاصة بعد أن تم هذه المنظومة وضع من حيث مركز الوطني للمتميزين وهيئة التميز وأيضا مسابقة الأولمبياد وأيضا ما يتعلق بالبرامج الأكاديمية. сегодня мы познакомились на самом деле с золотом нации, с будущим Сирии. Я очень приятно удивлен на каком уровне. لقد شاهدنا مستوى عاليا من التنظيم للأولمبياد العلمي السوري، وهناك الكثير من العقول المبدعة لديكم، ونرجو أن ينتقل المتفوقون للمشاركة في المسابقات العالمية. نحن عادة الطلاب من 1 إلى 10 بيدخلوا الفريق الوطني، أما السنة تم الرجوع للعام الماضي من 11 إلى 20 إمكانية إعطائهم فرص جديدة ليدخلوا من خلال امتحان معياري أو اختبار علمي معياري. هذا الامتحان ممكن يكشف إمكانية وجود حالة التميز واستثماره لمرة تانية. السنة هي اعتمدت على طريقة معيارية بانتقاء الفرق. هي كل سنة كنا نقدم نحن القدامى نفس الاختبار اللي بيقدموه الجدد، أما السنة هي فإنه الهيئة طورت
الاسئله لا تعتمد انه طريقه للتمييز يعني بطريقه احسن شوي من بين القدماء اللي هنا نحن وجدد. بنصح كل الطلاب للسنه القادمه اللي حيشاركوا يشاركوا بهالامتحان لانه كثير مميز ورائع وبيعطيك فكره عن الحياه العمليه اكثر من الحفظ، يعني بيساعدك على الحفظ بكل شيء. والله يعني الصعبين مستواهم اعلى من مستوى الفكري للطلاب العاديين، بس يعني بينحلوا اذا دارس منيح. تشجعت لانه لقيت رفقاتي كلهم السنه الماضيه تشاركوا فيها واخذوا جوائز. هلا انا بالاختبار الاول كانت الاسئله شوي صعبه، يعني بدها دقه وشي بدها حفظ، يعني بدك تدمجي انت بين انك تفهمي الفكره وتحفظيها. الفكره الثانيه انه انا حبيت علم الاحياء لانه انت بيعلمك كل شيء بالحياه العامه، يعني كل شيء متعلق بتحسي بالعلوم فيه هيك فيه شيء من المتعة. كمان اللي جذبني انه يعني بحب الافكار بفهمها بسرعة ويعني فيني اصرف وقتي بشكل مفيد حتى يعني بدون ما اصرفه سدى فيني انا اهتم بهيك شغلات، يعني كتير بتفيد وتجربة رائعة وان شاء الله راح نطلع الاول على سوريا ونرفع اسم سوريا. سالي، مثل ما تابعنا دكتور، مثل ما تابعنا مع حضرتك، يعني كمان الطلاب بتلاقي عندهم هي الحماسة وخصوصا الطلاب الجدد ليدخلوا هذا المجال، عندهم كتير حلم بالتفوق بالتميز. نحكي شوي عن منهج الأولمبياد العلمي، قد ايه بيغير من تفكير الطالب لما بعد ما يخضع لهي التجارب عمليا، هو بيفوت عاشر بيكون عنده لسه سنتين من التحصيل العلمي، قد ايه بيغير هذا الشيء من ادراكه فيما بعد؟ هي فكره الاولمبياد بحث عن الطلاب المتميزين في اختصاصات مختلفه، ولكن نحن فكره التميز هي فكره شامله بتاثر على الطالب بشكل مباشر. صحيح نحن عم نوجهه للطالب في مجال اختصاص معين، بس هي ما تغير عمليه التفكير معه عنده وعمليه التحليل المنطقي لاي معطيات في الحياه حتى في الاختصاصات. فلاحظنا نحن فعلا في النتائج لطلابنا اللي خلال العشر سنوات الماضيه انه الطلاب اللي عم يدخلوا على الاولمبياد وينضموا للفرق الوطنيه بيحققوا افضل النتائج بالامتحانات السنويه العامه، بيحصلوا نتائج ممتازه، وهذا يدل انه هو ليس شخص تميز بمجال، بينما تغيرت عقليه التفكير تبعه، صار يعرف ينظم وقته، صار يعني يشتغل بنفس الوقت بالاولمبياد ويشتغل على المنهاج الدراسي ويحافظ على اثنين سوا ويحصل باثنين سوا. يعني في كثير عندنا طلاب حصلوا ميداليات برونزيه على مستوى العالم وبالنهايه بالبكالوريا حصلوا نتائج شبه تامه. فهذا الشيء فعلا عم يغير، بنلاحظ انه هذا الشيء ما يغير منهجيه الطالب بالتفكير كيف يحلل الامور، حتى يعني حتى بالنسبه له صارت البكالوريا شيء اسهل من الاولمبياد. في طلاب بحسوها اسهل لانه عم يوصلوا لمستوى اعلى، فعمليه التفكير كيف يدرس كيف يحلل منهاجه في كل المواد صارت اسهل بالنسبه له، صار عنده وقت كيف ينظمه. فهذا الشيء لاحظناه فعلا انه عم يطور عمليه الاولمبياد، عم يطور الطالب ليتوجه وينمي قدراته ليحسن مستقبله في كل المجالات. نعم دكتور، نحن حكينا عن بشكل عام، ولكن خلينا نفوت بمادة الكيمياء يلي تم التركيز عليها وكانت أساس هام تم التركيز عليه خلال الامتحانات لتوازي الاختبارات العالمية. خلينا نحكي شوي عن مادة الكيمياء وكيف تم وضع الأسئلة وكيف كان الجو بشكل عام. هلا نحن الكيمياء، بالنسبة للكيمياء عندنا مستويات، لما نبلش المدارس نترك للأساتذة المدرسي وضع أسئلة الامتحانات. عندنا الاختبار الأول اللي نحن بنكون هو مركزي، اللجنة بتحطه، هو اختبار المناطق. فاختبار المناطق يحاكي يعني بداية تحفيز للطلاب، يحاكي الفكر المنطقي بالطالب، يعني أكثر يعني في أسئلة كيمياء بس ليست هي الكيمياء الفعلية، بس هي محاكاة لمنطق الطالب في مجال الكيمياء. بننتقل على المستوى الثاني، بيرتفع المستوى شوي بس بيضل هي عبارة عن أسئلة ذكاء، هي تحليل منطقي، كيف يعرف حل، فيها حسابات بسيطة. بعد الاختبار المحافظات بيخضعوا لتدريب بالمحافظاتهم، بيوجههم بالاتجاهات اللي فعلا راح تكون باتجاه المركزي للأسئلة اللي راح تجيهم بالمركزي. المركزي المستوى بيرتفع أكثر ليماثل مستويات عالمية. نحن ما فينا نطلع للمستوى العالمي مباشرة، فالمستوى بيكون يقارب المستوى المحلي مع
إضافات عالمية. فهون بنشوف الطالب المتميز اللي بيسعى ليطور حاله خلال الفترة الماضية، طور حاله منيح لحتى يقدر يحل. ففي حالات تميز بتطلع عنا واضحة بالنتائج، في عالم تأخذ علامات ممتازة بالنسبة لنا، وفي عالم تحسيها أنه هذا أنه قادر يجيب علامات بس أنه ما عنده حالة مستمرة. نعم. بينما بالنسبة للطلاب القدامى، طلاب القدامى خضعوا لتدريب وتنمية قدرات خلال العام الماضي واللي قبلهم خلال عامين، فهنهم قادرين يفوتوا بامتحانات عالمية وخضعوا لامتحانات سابقة. فهون المسائل يخضعوا لمسائل في متخصصة في مختلف مجالات الكيمياء تغطي المجالات كلها. مثلا بالمركزي هون كان عندنا 8 مسائل، 4 صباحية و4 مسائية تغطي كل المجالات بحيث الطالب يشتغل بكل المجالات، وهيك نحن بنفترض من الفريق اللي نحن دربناه. نعم. يعني دكتور لاحظنا كمان السنة والسنة الماضية واللي قبلها رغم ظروف الحرب كان في مشاركات بأعداد كبيرة من كافة المحافظات، ولا سنتين على التوالي كان عم يطلع لنا أوائل من محافظة حلب. السنة يمكن حتى كان في رهان على محافظة دير الزور وبعد عودة الأمان إلى قد هذا الشيء يمكن عم يعطي هذا الحافز لنشوف أنه برغم كل شيء مسيرة التعليم موجودة، مو بس التعليم، التميز يعني. فعلا أثبت الأولمبياد أنه قدر يجمع كل طلاب الوطن بنفس الامتحانات. فعلا نجاحات الجيش في تحرير المناطق ساهمت في أنه الأعداد تزدايت، لاحظنا كل سنة من سنة عم يزداد. السنة وصلنا ل 54 ألف طالب شاركوا من مختلف المحافظات. الطلاب صار عندهم حافز أنه رغم كل الظروف، رغم كل شيء عم يصير، أنه نحن لازم نشتغل، نحن لازم نطور حالنا. ففعلا لاحظنا أنه فعلا الطلاب ما يشتغلوا ما ينجوا. كمان الأهل عم يشجعوا كتير أولادهم اللي يشاركوا بالأولمبياد ويتميزوا. فعلا لاحظنا السنتين الماضيات أنه محافظة حلب كحققت أفضل النتائج بمختلف الاختصاصات. يعني عم يشتغلوا الطلاب، عم يحاولوا يحسنوا رغم كل المشاكل اللي صارت. والسنة كانت أول سنة بيشاركوا، بيرجعوا طلاب دير الزور يشاركوا وحققوا نتائج جيدة. فهلا بنشوف النتائج بالنهاية بالاختبار المركزي لنشوف إن شاء الله. دكتور بدنا نتمنى لكم التوفيق، بدنا نقول لكم ككادر الله يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يا رب طلابنا بيضلوا رافعين علم سوريا بالعالي بالإبداع بالتميز وبكل المجالات. شكرا لك دكتور. شكرا كثير. سلمى.